بكم في فيديو جديد من قناه الرينكوندا ميران نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه وعافيه ان شاء الله يا ربي ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال كما ديما اليوم غادي نعدلو واحد الكوتي ساهل ورائع جدا ولذيذ سميتو تيراميسو واحد الكوتي ايطالياني مشهور بزاف الطاليان نتمنى من الله يعجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش تضغطوا على لايك وش و وتضغطوا على الجرس اللي يصلكم جديد من فيديوهاتي وما على اخوتي بزاف الفيديو نبداو نعدلو هذا الكوتي هذا مجموعين وتبعوني باش تشوفوا المقادير اللي غادي نحتاج وطريقه التحضير آه كما كتعرفوا المقادير غادي تختلف على اي واحد انا غادي نحتاج ثلاث باكيات ديال البسكوي غادي نحتاج ايضا كيسو ماسكاربون كيستعمل في في الحلويات أه فيه 250 غرام كما كتشوفوا غادي نحتاج سكر كلاصي أه ولا سكر أه العادي 200 غرام ثلاث بيضات كبار ولا صغار اللي عندكم في الدار 500 ملي ديال لا كريم إيه قهوه نسكافي والاناءات اللي غادي نحتاجها يكونوا سته بهم إيه في الشكل هذا الكريستال كيستعملوا الكوتي الا ما عندكم هذه الاناءات خاصو تستعملوا اي اناء اخر عندكم في المنزل ودابا غادي نبداو هذه هذا الكوتي هذا تبعوني باش الحلقه كلها اليوم اول حاجه غادي نطرب المقادير على جانب باش نقدر نخدم مزيان وغادي نخلي البيض ع... البيض حدايا وغادي نجيب اناء اخر صغير وغادي نفرق صفار البيض على بيض البيض صفار البيض غادي نديرو في الاناء الكبير والبيض البيض غادي نخليها في الاناء الصغير كما كتشوفوا مهم ديروا هذه الطريقه هذه باش تخرج لكم مزيان الحلوه دابا بعد ما حيدنا صفار البيض على بيض البيض غنخليه على جنب باش نستعملو في الطريقه الثانيه وغادي نضيف 40 غرام ديال السكر نو العادي مجموع نتاعو 80 غرام غادي نضيف غير ربعين والربع الاخرى غادي نخليها الجوله الثانيه دابا نشد الخلاط كهربائي وغادي نخلط كلشي مزيان حتى يندمجوا لي المقادير ويتضاعف الحجم نتاع البيض اه وحصلوا على خليط لونه ابيض ونرجع معكم باش نشوفوا اه الشكل النهائي ديال الخليط نتاعنا بعد ما خلطنا الخليط نتاعنا كيما كتشوفوا ضعف الحجم تاعو تبدل ليه اللون ولا ابيض غادي نضيف ليه كيسو ماسكاربون اللي فيه 250 غرام كما قلت لكم غادي نحتاج قفصه غير قفصه وحده على حسب المقادير اللي غادي يستعملوا ولا حسب الناس اللي غادي ياكلوا هاد بعد ما ضفت كيسو ماسكاربون نشد خلاط يداوي وغادي نخلط كل شيء مزيان حتى يندمجوا المقادير و... ويدوب الكيسون ماسكاربون مع البيض ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي بعد ما خلطنا الخليط تاعنا كما تشوفوا كيف بحال كريم ديال الكيسون ماسكاربون دابا غادي نخشيه في الثلاجه في الفريغو مدة جوج سوايع ونرجع معكم باش نفوتوا الجوله الثانيه دابا غادي اناء اخر اللي غادي نكبو فيه بيض البيض غادي نضيف له 40 غرام ديال السكر اللي كان شايط ليا من الجوله الاولى وغادي نشد خلاط كهربائي وغادي نخلط كلشي مزيان حتى يندمجوا لي المقادير وتضاعف الحجم تاع بيض البيض ولي تولي عندنا بحال الشكل ديال لا كريم اه ونرجع معاكم نشوف الشكل النهائي ده بعد ما بعد ما خلطنا بيض البيض مع السكر دابا غادي نضيف نقرب حدايا المقادير باش يجي سهل الخدمه دابا غادي نضيف لا كريم 500 ملل ديال ديال الناتا غادي نفتحها سمحوا لي وغادي نكبها على على بيض البيض اللي خلطنا لا كريم اللي وجدنا دابا عاد وغادي نضيف عليه لا ودابا غنشد خلاط كهربائي وغادي نخلط كلشي مزيان حتى يندمجوا لي المقادير ونضاعف الحجم نتاعو غنضيف شويه سكر عشان النطاط تكون شويه باسله وغادي نخلط كلشي مزيان 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 مده خمسة دقائق حتى حتى تولي شويه خاطره ونرجع معكم باش نشوفوا مجموعين الطريقه ديال لا تاعنا والشكل النهائي بعد ما خلطنا لاكريم كريم كما كتشوفوا وقصحت شويه ولات خاطره دابا غادي نجبد لاكريم كريم الكيسو ماسكاربون اللي وجد في الجوله الاولى ورجع معكم دابا ها لاكريم كيسو ماسكاربون تاعنا شد راسو مزيان خرجته من الثلاجه مده جوج سوايع دابا غادي نشد ملعقه ولا سباتوله وغادي نضيف لنا لاناتا اللي وجدت في الجوله الثانيه غادي نضيفها الكيسو ماسكاربون وغادي نخلط مزيان في الشكل هذا دائري باش ما خرجناش الريح من الخليط ويبقى توسوق... توسوق... يبقى منفوخ ورجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي بعد ما خلطنا الخليط نتاعنا نعطى مع كيسو ماسكربون دابا غادي في الثلاجه مده جوج سوايع حتى يشد راسو ونرجع معكم باش نفوتو الجوله الاخرى بعد ما الكيسو الكريمه نتاعنا شد راسها دابا في هذه الجوله هذه غادي نحتاج نسكافي اللي كيدوب في الماء ضروري ميكون يدوب في الماء باش يخرج بطريقه سهله غنضيف جوج ملاعق ملعقتين كبيرتين من النسكافيه غنضيف معشقه جوج معاشق السكر يكونوا كبار دابا غنضيف الماء بارد ضروري يكون ماء بارد البنات باش ما يخسر لكمش البسكوين تاعكم ونفس الوقت غادي نحركو باش السكر مع نسكافي وندمجونا المقادير ونفوتو الجوله الاخرى نخلي نسكافي على طرف وغادي نحل البسكوين تاعي وغادي نقسم البسكويتات وغادي نرقدهم في شويه نسكافيه ونستفهم نستفهم في الاناءات ديال الكريستال اللي وريتكم في الاول بهذه الطريقه هذه الشكل هذا مع الوقت غادي يفزقوا البنات وغادي تقعدوا تصفوا مزيان البسكوي في الاناء غير صبروا عليه واحد شويه وغادي تخلصوا مزيان وغنخليكم مع الفيديو دابا ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي دابا بعد ما خلطنا اسمحوا بش... لي بعد ما درنا البسكوي دابا غادي نشدو لا كريم اللي وجدنا في الجوله الاولى وغادي نكبوها في الاناء حتى نوصلوا النص ودابا غادي في هذه الجوله هذه غادي نحتاج الكاكاو غادي ندير كاكاو فوق لا كريم كما كتشوفوا تنغطي على لاكريم كليا فهاد الجوله هادي بعد ما درنا الكاكاو فوق لاكريم غادي نشدو البسكوي وغادي نرقدوه في النسكافي غنزقوه في النسكافي وغادي نسطوه فوق لاكريم بهذا الشكل هذا حلوة كتجي رائعه جدا البنات ما شهيتكم اسمحوا والمقادير رخيصه بزاف ماشي غاليه بزاف دابا غادي نضيفو لا فوق البسكويت كما كتعرفو كما درنا في الجوله الاولى حتى نعمرو الاناء مزيان دابا بعد ما درنا لا كريم وكملنا الجوله تقريبا كملنا الجوله الاخرى غادي نشد الكاكاو وغنشد الصفايه وغادي نصفيه مزيان باش باش يدور على الكرلا كريم كلها وهذا هو الشكل النهائي البنات دابا غادي نضيف له شويه البسكوي من فوق وغادي نوريكم كيفاش كيبقى الشكل النهائي بعد ما غادي ندخلو للثلاجه حتى يشد راسو بعد ما خرجناه من التلاجة مده جوج سوايع هذا هو الشكل النهائي ما شاهدتكم البنات سمحوا لي كيجي لذيذ ورائع جدا كما كتشوفوا الكاكاو فوق كريم والبسكويت كيخرج في الطبقات ديال لا كريم كما كتشوفوا نتمنى بعد الله يكون فيديو اليوم ما تنساوش تضغطوا على لايك وبارطاجيو كيما ديما وتشاركوه مع اكثر الناس مشاهده و ونتمنى بعد الله تكونوا بخير وعلى خير ويعجبكم فيديو اليوم وما تنساوش تضغطوا على الجرس لكي يصلكم جديد من فيديوهاتي وما تضيعوا فيديو من قناتي ولا فيديو مقبل ان شاء الله وبسلام عليكم